الحقيقة يعني أنا عندي ما يؤكد كلام الكلام اللي أنا قلته في الحلقة دي ما حدش هيفهمه إلا إذا كان شاف الحلقة اللي فاتت، لأن إحنا بنعيش حروب الجيل الخامس. حروب الجيل الخامس دي أنا عرضت النقاط بتاعتها 11 نقطة. ولسه، أولا أنت عندك رجال أعمال مش في مصر، مش مصريين يعني، اللي هم رجال أعمال اللي هم الخمس عائلات اللي أنا قلت لك عليه، وعندك دول، دولة فاشلة بتدمر في نفسها قبل ما بتدمر في أشقائها. طب أقسم بالله العلي العظيم وحياتي دي، إن ما قطر دمرت نفسها ما فهم في السياسة حاجة أبدا والله. بس لها وقت، بعد ما تنجح في تدمير بعض أشقائها دورها ينتهي، تفاجأ إنها مدمرة ويطلعوا لها بقى الملفات زي ما هم شغالين دلوقتي. ما هي دي حروب بقى، ما هو ده علم بقى ونظام وإدارة عن بعد وتحريك، وحط الكارت ده واحرق الكارت ده واطلع بالكارت ده وهكذا.